السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم وصفة ديال قريشلات او خبيزات اللي كيجيو رطب بزاف، مقادير جد بسيطة ونتيجة هائلة. بالنسبة للمقادير ديالها، فاحنا كنحتاجو ليها البطاطا، البطاطا اللي قشرتها وسلقتها، 3 الحبات ديال البطاطا خديت هنا اللي الحجم ديالهم متوسط. عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال الحليب دافي، بالنسبة لهاد الكيسان فهما كياخدو لي 200 مليليتر، كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت. عندي 2 سكر لافاني، 1 الخميرة ديال الحلوة اللي المقدار ديالها هادي 11 غرام، كانت عندكم ديال 14 يعني كديرو تقريبا النص ديالها او لفايت شوية، كانت عندكم ديال 7 كديرو وحدة وشويه، يعني كتحاولوا انكم ديروا المقدار توصلوها ل10 الغرامات هكذاك. عندي الخميره ديال الخبز فريش، هذه يعني فيها 40 غرام تقريبا اللي غتاخد لي في هذا الكيلو ديال الطحين اللي غنستعمل. كذلك غنحتاج قبصه ديال الملح، ماشي بزاف. صافي، هادو هما المقادير كيف كتشوفوا. دابا ان شاء الله غنفوتوا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، فانا كناخد البطاطا اللي سلقتها وكنفوتها في الحكاكه هكذا، كنحكها مزيان، كنستمر هكذا بنفس العمليه حتى كنحك كاع البطاطا اللي عندي وكنفوتو المرحله المواليه. البطاطا ديالنا من بعد ما كنحكوها مزيان كيف كتشوفوا كتولي هكذا رطبه، ضروري ما تكون رطبه مزيان هكذا. صافي، غنحطوها جانبا وغنفوتو المرحله المواليه. اوكي، دابا كناخد الماكينه ديالي اللي غنعجن فيها، ممكن تستعملوا يديكم كيف ما بغيتوا. غنحط كلشي المقادير مع بعضها، خليهم يدوروا يتخلطوا مزيان، من بعد كنضيف البطاطا وكنخليهم مره ثانيه يتخلطوا مزيان، من بعد كنبقى كنضيف الطحين شويه بشويه حتى كيتجمع لي الخليط. وكنرجع نحركها مره اخرى. من بعد ما كتخلط لي العناصر كنبدا كنضيف الطحين شويه بشويه. دابا غندير شويه، غنرجع نخليه يدور وكنستمر هكذا في نفس العمليه حتى كيولي عندي عجين اللي هو متماسك. من بعد ما كيتعجن عندي مزيان العجين كيف كتشوفوا، نتمنى ان شاء الله يكون واضح. بالنسبه للعجين كتخربوا فيه هكذا كتلقاوه مازال عاد كيلصق شي شويه، هذا هو اللي بغيناه. ما نديروش، ما نخليوش حتى تقساح العجينه بزاف، ضروري ما تبقى شي شويه هكذا. بالنسبه للطحين فانا بقى لي منه عاد شي شويه هنايا لتحت، يعني نقدروا نقول واحد 100 غرام ولا اللي بقات لي من الطحين، يعني اون فوا شفتو صافي ولا لي هكذا العجين كيتلصق هكذا، صافي حبست من الطحين. ودابا غناخد واحد الصينيه اللي غندخلها للفران، غندير لها الورق ديال الفران، وغناخد شي واحد الطبيصله ندير فيها شويه ديال الزيت اللي غنبقى ناخد هكذا ندهن شويه يدي بالزيت، لان كيف ما قلت العجين كيلصق. غناخد واحد شويه هكذا بيديا ديال العجين، ماشي بزاف، غنحاول انني نكورو هكذا هكذا بهذه الطريقه، ديروا كويرات هكذا صغارين ماشي بزاف كبار، يعني قد المندارين هكا ولا، ديروهم هكذا خبيزات صغيورين وكنحطوهم في الصينيه بهذه الطريقه هذه. صافي، غنكمل هكذا بنفس الطريقه حتى نسالي كاع العجين اللي عندي. من بعد ما كنشكل القريشلات ديالي كيف كتشوفوا، دابا غنغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا مزيان على الاقل واحد المده ديال ساعه ونص حتى لجوج سوايع حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، يعني كنشوفوا ان الحجم ديالهم تضاعف، من بعد كنفوتوا باش كندخلوهم للفران يطيبوا. من بعد ما كيتضاعف عندي الحجم ديال الخبيزات ديالي كيف كتشوفوا، خديت واحد البيضه دربتها وغندهنهم من الفوق. من بعد ما دهنت الخبيزات ديالي كيف شفتو، دابا غندخلو الفران اللي ديجا راني مسخناه على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت، كنخليه لواحد المده ما بين 25 حتى 30 دقيقه. اون فوا كنشوفو يعني طاب، كنحس به طاب وتحمر، كنخرجو. في هذه المرحله هذه ديال البيض ممكن دهن ديرو شويه الزنجلان هكذا من الفوق الا بغيتو، انا شخصيا غندير معاه الكونفيتور والكوكو، غندهنو بالكونفيتور الو غندخلو غير هكذا الفران. الخبيزات ديالي من بعد ما خرجتهم الفران
الفران كيف كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كتشوفوا كيجيو رطب بزاف هانتوما، يعني كاع كيجي رطب. بالنسبه للتزيين كيف ما قلت، يا كديروا له جنجلان اولا كديروا له شرائح ديال اللوز. بالنسبه لي انا شخصيا خديت هنايا الكونفيتور ديال المشمش اللي سخنته. الوغ كناخذ الخبيزات ديالي وكندهنهم هكذا من فوق، كندير عليهم الكوكو هكذا بهذا الشكل هذا، وغنحطهم جانبا. غنكمل بنفس العمليه حتى نسالي كاع الخبيزات اللي عندي، ومن بعد كنفوتو باش كنوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كنسالي التزيين ديال الخبيزات ديالي فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف كتشوفوا كيجيو فريمون رائعين، رطب بزاف هانتوما كتشوفوا. نحل لكم لداخل باش تشوفوا كيف كيجيو رطب وهشاش. نتمنى ان شاء الله يكون واضح، نقرب شويه هكا للكاميرا. كيجيو رطبين بزاف هانتوما. ها وحده اخرى عاود نفس الشيء، كيجيو كيف ما قلت رطب ولذادين بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم هذه الوصفه، هي وصفه اللي هي مغايره. كي شفتوا درت فيها البطاطا، تجيكم في الاول يمكن شويه غريبه، ولكن كيف شفتوا النتيجه كتجي رائعه، وكيجيو خبيزات اللي هما رطبين كيف ما قلت وكيف ما شفتوا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش اشتراك معايا في القناه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.